أهم انعطافة في حياتك على المستوى الشخصي التقيتي ب جلال كامل؟ نعم. شلون التقيتوا؟ طبعا اكو منعطف اهم من لا على الحياة الشخصية؟ شوفي جلال اشتغلت ويا اعمال يعني ذئاب الليل وتمثيليات، بس الغريب عمره ما كان صديقي. يعني انا عندي تعرفين اصدقاء بالوسط طبعا، يعني تجمعنا النكته الضحكه الميانه بيناتنا، الا جلال ما كان اكو كيمياء بيناتكم ابدا ولا لفتره 10 دقائق. يعني حتى من كنت اشتغل ما اتذكر اخلص اللقطه ارجع اقعد ما يعني ما جمعني ويا باللقطه ان تحدثنا يعني ابدا اطلاقا نهائيا. تعرفين اني يعني الحياه شراره الحب شلون بلشت؟ يعني أنا الحياة يعني أخذت مني كثير تضحيات كثيرة على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني، يعني ما أريد نتحدث عنها، يعني هاي يعني فعشت مرحلة من يعني كثير تضحيات وعذابات. يعني جلال جاء طويل لابد يمر جاء بعد سلسلة من العذابات، فأني دائما أقول الله سبحانه وتعالى أكرمني بهذا الرجل. الله